واخيرا الحمد لله اخذناها، كاميرا سوني زد في 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلينا وإليكم منا ومنكم صالح الأعمال، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. مقطعنا اليوم مقطع مختلف، ما نزلت مثله من قبل. مقطعنا اليوم أنبوكسينج، أكيد عرفت عن ويش من العنوان. وبدون ما أطول عليكم كل هذا وما طولت علينا، لحظة شوي نزين بابا أقولهم شيء، طولنا كثير 5000 مشترك، فأتمنى إذا كنتم ما مشتركين تشتركوا وخلونا نفرح 5000 مشترك، ما باقي شيء غير 500 مشترك فقط، اشتركوا الله يسعدكم. بس هذا الشيء اللي تريد تقوله؟ نعم، فيلا نبدأ. واخيرا الحمد لله اخذناها، الكاميرا سوني زد في 1. صدقوا باني بعت كل شيء علشان هذه، بعت البلاي ستيشن وكاميرتي القديمه كانون 1300 دي، وبعد ما اكتمل المبلغ. فخلونا نفتحها، وهذا شكل الصندوق من الخارج صغير. بسم الله نفتحه. اول ما تفتحه راح تحصل منيو. ايش منيو بعد؟ دروع عمو، روح روح عمو، روح روح روح، لا خلي الناس تضحك عليك. مني ملك كتالوج تقريبا نسبه، يلا ما علينا منه. راح تحصله بكل لغات العالم، عربي انجليزي تشايني كل شيء، فارسي، وما علينا من هذا، اهم شيء اللي موجود هنا. ونفتح الصندوق اكثر ونحصل الغاليه. الله، بسم الله ما شاء الله. الكاميرا مصنوعة من معدن وشكلها مرة فخم بالنسبة لي. عاد ما أعرف كيف بالنسبة لكم، اكتبوا في الكومنتات. وحجمها على كف اليد. خلينا نشوف إيش بعد موجود داخل. هذا الريش أو الفرو هو عازل للصوت ويمنع الضوضاء والرياح علشان ما يشوه عليكم أثناء التصوير. ويركب هنا، تخوز هذه القطعة وتركبوه هنا. راح يغطي على المنطقة اللي موجودة هنا لأن هناك مدخل الصوت. ما عليكم من يدك أنت تكتب الأشياء المهمة اللي أقولها في المقطع. ويلا اللي بعده، شاحن USB، ولكن شاحن بدون كيبل، مخلينكم تعتمد على نفسكم. والمثل يقول لكل مشكلة حل، تقدر تجيب كيبل أو باور بانك وتشحن على كيفكم. وأحلى شيء تقدر تصور وتعبي عكس الكاميرات الثانية، تضرب عصفورين بحجر واحد. خلونا نشوف اللي بعده، بطارية. وحجم بطارية مرة صغير، ولكن رغم حجمها الصغير ساعتها التخزينية تصل إلى 1240 ملي أمبير وتدوم تقريبا لمدة ساعة، وهذا يختلف على طريقة التصوير والاستخدام. خلونا نركب البطارية. مكان تركيب البطارية والميموري هنا، بوها كذا كذا ركبت. وأيضا في نفس المكان مكان تركيب الميموري. هنا ركبت البطارية والميموري، سكروه من هنا، تغلقوه لوك اوبن. وهنا تركب ستاند او حامل للكاميرا، ويوجد فيها مقبضين جانبيين، واحد في الامام واحد في الخلف عشان تمسك الكاميرا وما تطيح عليكم اثناء التصوير عكس اصدارات سوني القديمه. والكاميرا تحتوي على 3 مايكات، حجم العدسه من 24 الى 70 مليمتر، والعدسه ثابته ما تقدر تركب عدسه ثانيه، ولكن هذا الشيء اشوفه ما مشكله. خلونا نشغل الكاميرا ونشوف المميزات اللي فيها. من هنا تشغل الكاميرا، اول ما تشغلوها تفتح العدسه مباشره تلقائي. أول شيء الشاشة متحركة وتقدر تقلبها وتصور سيلفي. أنا الحين أصور بايفون 11، والشاشة أيضا تدعم اللمس ولكن لأشياء محدودة. من هنا تصغر العدسة، وإذا بغيت تصور فيديو البق هنا ليت أحمر، شاهده الحين كذا تصور. علشان تعرف إن الكاميرا بدأت التصوير أو لا، وهذا الشيء حلو لأن أحيانا تصور وتلقى نفسك الكاميرا ما متصورة ومرة تعيد من أول وجديد. وتقدر تصور بهذه الكاميرا الصغيرة 4K لمدة لا محدودة عكس بعض الكاميرات الثانية التي تسمح لمدة 5 دقائق فقط. وهذه الكاميرا تستمر في التصوير 4K إلى أن تخلص البطارية أو أن يمتلي الميموري، وهذا يختلف على طريقة التصوير والاستخدام. ويوجد فيها خاصية تنعيم البشرة، تشغيل عالي، من هنا توقفه، تشغيل منخفض، تشغيل متوسط. والتنعيم ينفع البنات والأولاد أيضا، ما حلال عليهم حرام علينا. الفوكس في هذه الكاميرا مرة خطير، يلتقط الشيء في غضون ثواني. تف تف تف، اللهم لا حسد، بس ما شاء الله ما شاء الله. ويتبع العين بعد. واخر خاصيه اقولها لكم هي خاصيه تصوير البضاعه، اذا حد من تعمل اعلانات او اي شيء بس تواصل معي، وراح اضبطكم باسعار رمزيه وراح اعرض الاعلانات في حسابي على التيك توك. هذا هو علشان نرجع الخسارة اللي خسرناها في هذه الكتكوتة. وهذه الميزات هي أهم الميزات اللي ذكرتها لكم، بس علشان الوقت قد تكتشفوا في الانترنت ميزات ثانية. وإذا حابين أنزل مقطع عن طريقة استخدامها في التصوير سواء كان مقطع أو صورة، ترى فيها واجد خاصيات حلوة وخطيرة.
بس اكتبوا في الكومنتات وان شاء الله راح انزل، لاني بحثت عن طريقه استخدامها في اليوتيوب ما حصلت ولا مقطع، وان شاء الله راح اصور بهذه الكاميرا في المقاطع القادمه. ففعل زر التنبيه علشان ما يفوتكم اي شيء وتشوفوا كيف ادائها في التصوير. واللي ما يعرف ايش محتواي، محتواي معلومات وقصص وكذا اشياء حلوه يعني، فدخل قناتي شاهد المقاطع، وايضا ان شاء الله راح نصور بها فلوقات. وبس هالحساب على انستغرام تابعوني، انزل صور من تصويري وايضا صوري، ومره قربنا ال 20,000 متابع في حسابي على انستغرام، بدعمكم ان شاء الله راح نوصل. واذا عجبكم هذا المقطع لا تنسى اللايك، وفي امان الله مع السلامه، القاكم في مقطع قادم.